بسم الله، السلام عليكم. اليوم غادي نديرو التطبيق ديال الكورساج وديال الكم في الثوب. الثوب كيكون فيه بحال هكا الحاشيه، كنديرو الحاشيه على الحاشيه بحال هكا، حيت دابا الفصاله كلشي اي فصاله عندنا غنخدموها بهذا الكورساج، ولكن كيبقى مشكل الحطه ديال الثوب. دابا انا هاد الثوب هذا طويتو على جوج، الحاشيه على الحاشيه، وغنعاود نطوي على اربعه. انا بغيتو قد الفوق قد التحت، غادي يبقى هاد دغوات، ما بغيتوش ايفازي. غنشد هذا بحال هكا، ما غنحطش هذا هنا. غتقولوا لي علاش ما غنحطش هذا هنا؟ مي غنحطو هكا علاش؟ باش نستغل، واخا انا عندي الثوب، ولكن من الاحسن الانسان يقتصد في الثوب، عرفتي؟ ما يقدوش، وباش عاد كنستغل هاد الهبطه هذه ما كنضيعوش. الا قلبتو هكا كيعذب شي شويه، كيبقى عندي كناخذ الطول. الطول قلنا مترو 36، غنزيد عليها 10 سنتيم، هي مترو 46، هي مترو 46. كنطراسيها بحال هكا، كنقادد هذا هكا مزيان، كنحط بهذه ديال الظهر، نحيدها ندير هكا، حط هذا القنص على القنص. انا دابا غير بغيت نطبق لكم كورساج، اما انا نقدر نخدمه فوق من الثوب. انا غندير هكا واومينطو كنخدم معاكم. قلنا الكتاف 20 مقسومين على جوج عطاتنا 40، مقسومين على جوج عطاونا 20 سنتيم. الخياطه هي 21، ها هي هنا كنهبطوا 3 سنتيم او 4، هنا مهبطين ب 4، هي هذه كنجيبو هنا، هنا كندخلو بسبعة اولا 8 على حسب العمق ديال المرة. كاينة المرة اللي غليظة كندخلو ب8، المرة اللي دايرة كندخلو ب7. كنهبطو عند هادوك الكتاف هكا، كنجيو لهنا، كنهداك الشي باش دخلت هنا باش كنهبط انا البواتخين. انا دابا كنعاود لكم غير باش تعقلو، دخلت ب21 غنهبط ب21، ها هي باش كنلقى الصدر. هنا راه قلت لكم كنهبط داكشي باش هبطت هنا 21، النص ديالو كندخل بسنتيم، ندير هكا وكنجيب عند هادي هكا، وهنا كناخد الصدر زائد سنتيم الخياطة، عندي 28 زائد سنتيم هي 29، هي هادي. كنهبط من هنا لهنا بشحال عند المرا ديال لونغوغ بيست، هاد البلاصة هادي كنقولو لها لونغوغ بيست، الطول ديال الصدر. أنا داك النهار لقيت 40، هي هادي، هي عندي 27 سنتيم خياطة، هي 28، غنجيب عند هادي، كنجبد نهبط الباصة من هنا لهنا، عندي 20، كنهبط ب20 باش كنلقى الباصة، كنجي لهنايا، عندي الباصة 29 وسنتيم خياطة هي 30، هاهي فين جاتني، كنلاقيها مع هادي. أنا مبغيتوش إيفازي، غنحيد هذا، وغنهبط هذا على حسب التوب اللي عندي. أنا بغيت تحت 36، حيت السيدة طالبة ليا، راه نقدر نهبطو 30 من الفوق حتى لتحت بحال هكا، ولكن ما عنديش مين نخلف. انا بغيت داك العرض اللي عندي هنا خليته، وغادي نهبطو بحال هكا. كنجي لهنا كنطوي، كنطراسي ديك لوغلي اللي لقيت، باش الانسان اللي غادي لما خدمتوش انا وخدموا ليا شي انسان اخر كيعرف الرشمه ديال الطول ديال لوغلي، ها هي 10 سنتيم. كنطراسي الفتاحي ديك الساعة شحال بغيت فيهم 20، صافي. ها الكورساج ديالي واجد. انا علاش ما قورتش هنا داك الكبير هكا باش ما نغلطش ونقطعهم بجوج ونولي دايره شي مشكل، كنقطع بعدا هادي عاد نقص واحد ونحيد فيه الكل. كنحيد هكا هكا كنرشم هادي، كنرشم الطول، كنرشم الفتحة، كنجي لهنا كنحيد واحد، كنخلي غير واحد. علاش؟ باش ندير الدورة ديال العمق، هيا
هذا هي الدورة ديال العنق، شي كنحيدو هذا ديال الظهر، كنحيدو هاد الدورة، كتحيدي هادي. الساعة بغيتي تشقي شوية من هنا باش ديري الدرس ولا الملاقية، ولا انا بغيت نخدمها غير بحال هكا، ما بغيتش نحلها كلها. هي جات الدورة ديال العنق، حليت لها هاد الحليلة من هنايا، تنلاخ نخيطها ونوريها لكم مازال. كنحيد هادو باش ما نعاودش ندير فيهم الغلط، كنجبد هذا اللي بقى ليا باش ما نعاود نفصل فيهم شي حاجة ولا نبعدهم عليا بعيد. نشد هاد الكاتشوب نطوي الثوب بحال هكا، هو دابا على جوج، هو على جوج، العوض نجيبو حتى لهنا لا داعي، نطوي غير الطويه اللي غنطوي ديال الكم. نجيبو داك الكم اللي فصلناها هو البارح، هو هذا، هو حطيناه هكا صافي، كنطراسيه وكنقطعو. ندير لوغلي اللي بغيت، يا بغيت اليد غندير واحد، لا بغيت لوغلي كبير نقدر ندير هذا كله، لكن بغيت نطوي لوغلي فحال هكا باش يبقى ليا وندير ليه لوغلي كنديرو كبير، الا كان ماكينه ولا هذا كندير على حسب لوغلي اللي خاصني ندير. هنايا كنقطعوها، هو قطعتو ديرو حنا بحال هكا قطعناه، نتوما تراسيو احسن، انا خفت الفيديو طوال بزاف ونكثر عليكم، نتوما تراسيو بالطباشير. هذا قطعوه صافي، هاهو دابا ولاو ربعة الربوعة، معناها جوج كمام، هاهما نشدو فحال هكا، ما نحلوش حتى نتراسي ليه النص ديالو باش ملي نكون خيط يجيني ساهل، ونطوي ليه لوغلي شحال طويت، يا ثلاثة يا جوج يا واحد، خصو يترشم ضروري باش الانسان يعرف راسو شحال غادي يحيد في لوغلي باش يجيه العبار اكزاكت. صافي هذا هو القميص ديالنا، لو كنتو بغيتي جلابه راه كيبقى هاد الطرف راه كديري فيه جلابه مخيره، قب مخير. انا ما درتش لكم الدرس ديال القب، انا بغيت نخدم لكم اليوم غير القميص. دابا نتوما شفتوا لي كيفاش فصلتو، ما كاين لا مشاكل لا والو، فيه ساهل. ها هو صافي، المره الجايه غادي نوريه لكم مخيطين ان شاء الله، وندير معكم درس القب ان شاء الله باش نبداو عاوتاني درس اخر. شكرا.